منذ الوهلة الأولى في رؤية القرى المتناثرة على طول الطريق المحتضنة للجبال الشاهقة بجماليتها وتعدد أشكالها وألوانها، يتراءى للناظر روعة المكان، خاصة عند أول مجرى للمياه الجارية طوال العام. إنه وادي دما والطائيين، ذلك الوادي الذي يقصده السائح والمقيم ليقضي وقتا ممتعا مع طبيعته الخلابة. ولاية دما والطائيين من أولها لآخرها تزخر بهذه المياه المنسابة على طوال الوادي، والتي تجذب السياح لهذه الولاية بمختلف قراها. مرورا بمركز الولاية محلاح وسوقها المركزي وعمرانها المتصاعد باتجاه وادي دما بخصوبته المعروفة، تحتضن كالشخرة إحدى الأماكن السياحية الأكثر شهرة في هذا الوادي، فقد حظيت بنصيب الأسد من الخدمات حيث المظلات السياحية في سفح جبل مطل على الوادي. كثير ما يجذب السياح في ولاية دما والطائيين الخضرة، النخيل الباسقات التي تتاخم الجبال، والمزارع الجميلة التي تحيط بالقرى، وكذلك أيضا كهف أبو هبان في قرية صوت يشكل منظر جميل في قرية صوت. منطقة صموت هي الأخرى إحدى المناطق السياحية الأكثر جمالا وروعة، حيث البرك المائية وأشجار النخيل وظلالها الوارفة. هدوء المكان وبعده عن المناطق السكنية يجعل منه مقصدا خصبا لهواة الرحلات والمغامرات. المكان على كل حال مكان رائع وزين وجميل الحمد لله، وسياحي واعد للسياحة، مكان واعد للسياحة، بس ينقصه حاجة، ينقصه الطرق ما مهيئة، يحتاج إلى طرق ويحتاج إلى أماكن دورات مياه وهكذا. روعة المناظر ومياهها الجارية طوال العام أبرز ما يميز المواقع السياحية في الولاية، إلا أنها بحاجة ماسة للخدمات السياحية والبنى التحتية. لتلفزيون سلطنة عمان، أحمد بن محمد المعمري من ولاية دما والطائيين بمحافظة شمال الشرقية.